مصري يتصادى الحارس ماتي. حارس عنده ريفليكس عالي جدا وبيقفل الزوايا كويس وبيطلع يهاجم المهاجم كويس. مرة تانية تمرير عايز يعدي يلعب الكرة ولكن تروح كويس قوي كرة لأحمد الأحمر في الباك اليمين اللي عايز يعدي يلعب الكرة حلوة قوي من وراء القداح اللي يسيب الكرة هايلة بجملة تكتيكية يلعبها حلوة قوي العادل. يا سلام بجملة الدفاع يجري هو يعمل الهجوم الخاطف عايز يعدي قابله حسن وليد اللي هيشوط مرة تانية ويحرز ديفيد يقطع فيصل يلعب الكرة حلوة قوي أحمد الأحمر يجهز لنفسه هو اللي عايز يعدي بالمهارة ينهي العبارة تمريرة فيها الخطورة ويحرز الهدف ويزيد الفرق 7-5 عملها كويس القائد أحمد الأحمر الألعاب يلعب الكرة على الدايرة ويتصدى له الأخطبوط يقفل عليه الزوايا وفي المرمى الخالي تصوير إعادة أو لعب الكرة على الدايرة حب يشوت الكرة يا سلام يا سلام لعب على طول المصري الكرة في المرمى الخالي عايز يعدي شوت ولكن يتصدى الاخطبوط يشيل الكره كويس قوي من ديف عايز يعدي يعدي كويس قوي الاحمر يسيب الكره لقداح وبنجاح بنجاح من الخط الخلفي للناشئين عملها كويس قوي يجري بقول لحضراتكم بيعملوا سرعه عاليه جدا يستلم الكره كويس قوي اندري كارلو بريزياني ويحرز الهدف نيمون تمرير خط خلفي عايز يعدي سيف يلعب الكره من الباك للباك تروح حلوة قوي دي مستنياك يا ولد يا ولد على التمرير الخطير لسيف اللي عايز يعدي يلعب الكرة ليحيى الدرع يا سلام على التمريرة من الدرعين والهدف بين القائمين ازاي الملعب ادي سيف يلعب الكرة ليحيى ولد يا ولد يا ولد يلعب الكرة لسيمون انتيونو عايز يعدي يلعب الكرة على الدايرة بقول لحضراتكم بيقول له هيعمل تقاطع فعلا جه يحيى الدرع على مركز صانع الالعاب يجهز احمد الاحمر في الباك اليمين يا سلام على التمرير على الدايره خطيره خطيره مرتو العادل على الدايره اللي بيحرز الهدف يجري مره ثانيه ما بيجروا سرعة على السرعه اللي بيعملوها من لاعب الدايره يعدي كويس قوي الدرع هايل في اختراق 13-8 يجري مره ثانيه ولكن المره دي الاخطبوط يجري يجري وشوت هنا هنا الاخطبوط يتصدى لك عايز مره الكره على الدايره قطعها ديفيد تروح في الجناح اللي يعمل سرعة عالية قوي يخلص الفارق مرة تانية الدرع مرة كرة حلوة قوي العادل يتصدف عايز يلعب الكرة لكن يعمل تغطية دفاعية كويسة قوي هنا عادل عايز مرة يشوط الكرة من الثبات يتصدى بثبات هو الآخر دائر الشقيقة مرة تانية عايز يعدي مهاب ويكون هو أحد الأسباب من الباك بص قدام حضراتكم عدى كويس قوي مهاب سعيد مواليد 2002 عايز يعدي صانع الألعاب تقاطع مرة تانية يلعب الكرة حلوة قوي ويحرز الهدف كما أعلن من قبل الاتحاد المصري لكرة اليد بالتوفيق إن شاء الله مرة تانية على الدايرة هايلة على الدايرة هايلة يسلمك كل علي إزاي أهو لكن عدى كويس قوي بص شوف بص شوف هو هو الأخطبوط بسرعة كده على الدايرة سلم الكرة كويس بص شوف بص شوف هو هو الأخطبوط درع ادي الكرة بص هنا التصدي يعني التحدي يعني التميز يهوش ويتصدى الحارس البديل ل عايز يعدي صانع العاب يلعب الكرة مرة تانية بارتنر يسيب الكرة تقاطع هيشوط الكرة من بعيد ولكن تيجي المرة دي في القاء خلف مرة تانية تقاطع سيمون يلعب الكرة ولكن لا يخيب الظنون يتصدى لسيمون اولو ترجع مرة تانية عايز يعدي هيشوط الكرة الباك اليمين يلعب الكرة من بعيد يشوطها بره بيقول له رامي عايز يعدي يرجع ولد يا ولد عملها حلوة قوي ويحرز الهدف مهاب سعيد 17-10 يرجع مرة تانية عايز يعدي شوط عملها كويس الدرع لخيري لعب سلبي يلعب الكرة لطارق اللي عايز يعمل الفارق يستلم الكرة تحت ضغطة مهمة جدا اولا هم عندهم سرعة عالية لكن الخبرة قليلة عادي يلعب الكرة من بعيد ولكن يتصدى مرة تانية كريم هنداوي من جديد يجري عايز يعدي يلعب الكرة في سرعة عالية عملها كويس بص حضراتكم استلمها كويس قوي يلعب الكرة يلفها كويس قوي يعمل بيها خطورة كويس يجهز كويس قوي يشوط الكرة فيصل بره بيتكلم هنا مع ريكاردو تارلين عايز يلعب الكرة السريعة وفعلا يلعدي يلعب الكرة لفيصل مهاب 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 يا رجالتنا اكيد بالتاكيد عملها حلوه قوي لا يرجع مره تانية
من الجناح يا عمرد الكوره. بص شوف يا ولد يا ولد يا ولد، كريم كريم اعاده او عدى كويس قوي هنا ماكس بارتنر. بص هو عمل ايه، طلع له لبره هاجم المهاجم، وهنا بقى دور مدرب الحراس بينو لوسا احمد خيري سيب الكره حلوه قوي مهاب ترجع له مره ثانيه يا ولد. يعني لاحمد خيري اللي عايز يعدي من التصويب ولكن يتصدى الحارس يروح في الجناح. كريم تم ماكس بريتنر مرة تانية هيعدي، يعدي كويس لكن يتصدى كريم وياخد رمية جزائية اهو. بص كل الجمهور بيقول هنداوي، اوه هنداوي. بص حضراتكم بص حضراتكم ان شاء الله هنداوي على التميز دايما ناوي. لسه اللاعب الدار اكسل ويحرز الهدف ويقلص الفارق على شمال هنداوي.